كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر خلافته قد انتقضت عليه الأمور واضطربت عليه الأحوال، فقد بلغ علي رضي الله عنه من العمر 63 عاما وتعب تعبا شديدا، فأهل الشام لم يساندوه وأهل العراق تخلوا عنه، فبدأ يقول: اللهم ارحمهم مني وارحمني منهم وارض عني وعنهم. وأخذ يذكر علي رضي الله عنه قول نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: يا علي، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وإني أراك يا علي لا تموت حتى تخضب هذه من هذه، فتخضب رقبتك التي يخرج منها الدم حتى يغطي لحيتك وتملأ دما لحيتك، يا علي ستصيبك فتنة بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ستصيبك فتنة بعدي. فقال علي: أفي سلامة من ديني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في سلامة من دينك. قال: إذن لا أبالي. وفي يوم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فقال: يا علي. قال رضي الله عنه: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أشقى الناس في الأولين يا علي؟ قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أشقاهم الذي عقر الناقة من قوم صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا في زمن ولى، أما في زماننا أشقى هذه الأمة هو قاتلك يا علي. فقال علي رضي الله عنه: أمقتول أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سيغدر بك من بعدي أناس على ملتي، وتقتل على سنتي، وسوف تضرب في رأسك ويسيل الدم على لحيتك حتى يغير لونها. يقول علي رضي الله عنه: فمسكت لحيتي وقلت: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت على يقين أن موتي سيكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك الوقت هناك ثلاثة الخوارج اجتمعوا لقتل علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، بعد أن تذكروا قتل إخوانهم من أهل النهروان، فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا من خير الناس، وأكثرهم صلاة، وكانوا دعاة الناس إلى ربهم، لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فقتلناهم، فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فتعاهدوا وتواثقوا ألا ينكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. فأخذوا أسيافهم فسموها وتجهزوا لقتلة ليلة 17 من رمضان، أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. فسار ابن ملجم إلى الكوفة فدخلها، وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم بها، ثم تعرف على امرأة فتزوجها، واشترطت عليه ألا يتزوجها إلا وتقتل علي، فقال: ما جئت إلا لهذا، وما أريد إلا قتله. فأحس علي أن موته قد اقترب، فأخذ يفطر يوما عند الحسن ويوما عند الحسين، وكان يأكل بعض لقيمات، فقيل له: لما لا تأكل؟ فقال: أريد أن ألقى الله عز وجل خفيفا خميص البطن. وفي ليلة 27 قام علي رضي الله عنه من النوم وتوضأ وخرج لصلاة الفجر، والدواب في البيت تصيح، فجاءت النساء إلى الدواب لتبعدها، فقال علي رضي الله عنه: اتركوها، والله إن الدجاج ينعى علي بن أبي طالب. وأخذ يبكي فبكوا فخرج علي. خرج علي رضي الله عنه إلى الصلاة ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه ابن ملجم بالسيف وضرب عليا من خلفه ضربات بالسيف على رأسه، فشج رأسه وسقط وامتلأت لحيته بالدماء. فقال رضي الله عنه: صدق رسول الله، صدق حبيب الله، لقد أخضبت هذه من هذه. فقال ابن ملجم: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك.
وجعل يتلو قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ونادى علي: عليكم به. فحمل إلى بيته رضي الله عنه وجيء بابن ملجم، فقيل له: يا عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. على ما حملك علي ذلك؟ فقال: إني والله كنت أشحذ سيفي سما 7 ليال، ودعوت الله أن أقتل به شر الناس. فقال له علي: أنت شر الناس، وستقتل به، ولا أراك إلا من شر خلقه. فالتفت إلى أبنائه وقال: يا أبنائي، لا تفعلوا به شيئا، إن أنا عشت فأنا أولى أن أقتص لنفسي، فإما أن أقتص أو أعفو، وإن أنا مت فاقتلوه ولا تمثلوا به، ولا تقتلوا أحدا معه، إن الله لا يحب المعتدين. وظل رضي الله عنه يومين لا يذكر إلا الله عز وجل، ولا يتحدث مع أحد، ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله. ثم مات رضي الله عنه، فكفنه الحسن والحسين، وغسلوه ودفن في الكوفة، وصلى عليه الناس، ولم يعلم قبره. وتولى الخلافة من بعده الحسن 6 أشهر، ثم تنازل عنها إلى معاوية بن أبي سفيان، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا، يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، سيد عسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فقد تنازل رضي الله عنه عن الخلافة، وقد أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش. ووصاهما رضي الله عنهما بأخيهما محمد بن الحنفية، ووصاه بما وصاهما به، وأن يعظمهما ولا يقطع أمرا دونهما، وكتب ذلك كله في كتاب وصيته رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.